الكمون يحتوي على مركبات قوية، وممكن أن يستهلك كذلك كشراب، يعني كشاي. الكمون من حيث التركيب الكيماوي يحتوي على الكيمينالديهايد، والألديهايد هو مركب قوي لأنه يتفاعل بقوة من حيث التفاعلات الكيماوية، الألديهايدات والكيتونات وكذلك الحمضيات، هذه مركبات تتفاعل بقوة وبسرعة. الكيمينالديهايد ويحتوي كذلك على تريبي مندن، هذه تريبي مندن 7 اول، وهو فلافانول، وهو كذلك من الفلافونويدات، وهو مركب كذلك قوي، ويحتوي على تيربينين وعلى السيمين وعلى البينين، وهذه كذلك مركبات قوية، ويحتوي على الكومينين الكهول، فيه يعني الكهولات طيارة، فيه مركبات طيارة هي التي تعطي هذه الرائحة الطيبة. وأن الله سبحانه وتعالى زينه بهذه الرائحة لكي نستهلكه، لأنه مهم جدا ومهم لبعض الأشياء التي سنتكلم عنها. الكمون هذه المركبات، فهو أولا يخفض الحرارة للذين لديهم حمى، للذين ترتفع لديهم حرارة، أطفال وكل الناس، كذلك الأطفال ممكن أن يستهلكوا الكمون لأنه من الأعشاب الغذائية، أعشاب طبية الغذائية، فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى، وهو مضاد للجراثيم، مضاد للجراثيم، ويعمل مع الكزبرة، يعني سنتكلم عن هذه الأشياء لأن كل توابل تعمل مع بعضها، وهذا هو السر في هذا العلم، يعني كيف تعمل الأشياء مع بعضها. فالكمون يعني هذا ربما يعني يتغافل عنه الناس ولا يستهلكونه بكثرة، لكنه قوي، فهو يخفض الحرارة في حالة الحمى، وهو كذلك يخفض الكوليسترول، يخفض الكوليسترول إذا استهلكه الناس 5 جرامات في اليوم، وكذلك يخفض من الوزن، الذين لديهم وزن زائد إذا يشربوا هذا الكمون، يعني منقوع الكمون، ماء يغلى يوضع فيه كمون يتركونه ثم يشربونه، فهو كذلك يساعد على خفض الوزن، ويعني حالة يعني الستريس لما يكون شخص مرهق يعني ويعني متوتر، فهو كذلك جيد، ويشرب في المساء، يساعد على النوم، يشرب في المساء، يعني الكمون يشرب في كل وقت حتى في الصباح. والكمون ممكن أن يستهلك مع جميع يعني المأكولات، وكذلك الأشياء يعني حتى أنواع الشاي، هذه شاي الأعشاب وحتى الشاي الأخضر ممكن أن يضاف له كمون، وممكن أن يشرب لوحده كشاي، وممكن أن يشرب مع بعض الأشياء. وسنتكلم عن الكزبرة وكذلك عن اليانسون النجمي واليانسون الشمر، وكذلك الكمون يعمل مع هذه الأشياء، ويعمل كذلك مع الحبة السوداء. فهذا الكمون، هذه الأشياء يعني كلها يعني جيدة، لكن يبقى الجهاز الهضمي، يعني لماذا؟ لأنه هو أنتي بيرينيك، هو يخفض الحرارة، وكذلك يعني أنتالجيك، هو يخفض حتى الألم، هو مسكن للألم، والألم على مستوى الجهاز الهضمي، الذين لديهم الاي بي اس، الايريتيتين باول ساندروم، أشخاص الذين لديهم مشكل تقرحات على مستوى القولون، دائما الأكل يكون فيه كمون، أو يكون فيه كمون وممكن يشرب كمون بعد الوجبة، أشياء تشرب بعد الوجبة، تكلمنا عن سابقا عن كثير من الأشياء التي ممكن أن يشربها الذين لديهم مشاكل على مستوى القولون. والكمون من الأشياء التي تشرب يعني بعد الأكل، يتناولها الناس يعني بعد الأكل، فهو يعني يساعد في الهضم، وكذلك يعني يساعد في مشكل الانتفاخات والتحمضات، وكذلك مشكل الغازات على مستوى الأمعاء. لماذا؟ لأن الذين لديهم تقرحات يعني على مستوى القولون، irritating bowel diseases، هذه الأمراض تقرحية على مستوى القولون، طبعا لما يكون غاز، لما يكون تخمرات ويكون غاز على مستوى القولون، فيحسون بألم، لأن هذا الغاز طبعا هو حمضي ويحرق، يعني يسبب التهاب ويسبب ألم على مستوى يعني القولون. الكمون يفيد في هذه الأشياء، لكن الكمون له أسرار أخرى، يعني وهو يعني ربما يحتقره الناس، ويعني هو يحتقره الناس لأنه لا يستهلكونه بكثرة، ويستهلك فقط من أجل هذه الرائحة، لكن له دور كبير، لأن الكمون يعني فدراسات في النانو ثيرابي، والنانو ثيرابي هي يعني أحدث العلوم وعلم حديث. هذا النانو ثيرابي، النانو هي بارتيكلز، هذه بالنانو يعني جزيئات صغيرة جدا، يعني تحسب بالنانو، وهذه الجزيئات هي التي تحقن
في يعني للعلاجات مثل السرطان ومثل يعني أمراض أخرى، وهي مستقبل الطب الحديث. كل يعني باحثين يراهنون على النانو ثيرابي، وأدخلوا الكمون في الجرين نانو ثيرابي، لأن النانو ثيرابي كيماوية، لكن لما تكون مع الأعشاب تسمى الجرين نانو ثيرابي، وهي الحديث الآن، يعني الأشياء الحديثة. لماذا؟ لأن هذه البارتيكلز هي من الذهب، هي بارتيكل هذه يعني هذه النانو بارتيكلز هي من الذهب، هي تيتراكلوروأوريت الصوديوم، تيتراكلوروأوريت صوديوم، لأن يعني أور هي ذهب، ويستعملون دائما يعني جزيئات الذهب على شكل تيتراكلوريت الصوديوم على شكل ملح، لكن هذه البارتيكلز يعني هذه الأشياء الصغيرة، هذه الجزيئات يجب أن تغلف، لما يحقنها يجب أن تغلف، وإلا إنها ستضيع لأنها سامة، وربما تتفاعل مع أشياء، ويجب أن لا تكبر، أن لا تأخذ حجم كبير، يجب أن تبقى صغيرة بالنانو. إذا تركوها هكذا في محلول فستتفاعل وتأخذ شكل كبير، فالكمون يكبح تكون هذا الشكل الكبير، فهو يبقي النانو بارتيكلز هذه الجزيئات يبقيها في حجمها الصغير، حجمها النانو لكي تستعمل، فهو لا يترك هذه البارتيكلز يعني تكبر، يعني تتضخم. هذه خاصية، وهذه الخاصية فالكيمينالديهايد وهذه تريبي مندين 7 اول، هي هذه المركبات مع السيمين مع البينين مع التريبينين مع هذه الكحولات، هذه المركبات في الكمون هي التي تكبح يعني تكون هذه تكدس، تكبح تكدس البارتيكلز هذه النانو بارتيكلز، يعني لا تتركها تتكدس لتبقى صغيرة لكي تستعمل، ثم هناك كي تغلف، فالكمون يكبحها ولكن يجب تغليفها، فهي تغلف بالقوم عربيك بهذا الصمغ العربي، قوم عربيك هذه الصمغ العربي تغلف بالصمغ العربي. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست سامة فهي طبيعية، والباحثون رجعوا لهذه الأشياء. لماذا؟ لأنهم كانوا يخدموا بالهيدرازين، كانوا يخدموا بالهيدرازين وكذلك بأملاح البورون، هذا البورون هيبريد، هذا كانوا يعملون بهذه الأشياء وهي سامة، الهيدرازين سامة، فلماذا؟ لأن سيحقنونها، فهم يعالجون مرض بأشياء سامة لا يمكن، فمثل اللقاحات مثلا، اللقاحات الآن تحفظ ببعض المعادن ثقيلة مع الأسف الشديد، هو المشكل وليس اللقاح. فهذه يعني هذه البارتيكلز، هذه النانو بارتيكلز، فالآن هذه الجرين نانو ثيرابي، فالكمون الذي يحتقره الناس سيدخل في هذه يعني هذه النانو ثيرابي، فالكمون يغلى مع الماء ثم يؤخذ هذا الماء وتخلط مع هذه ملح الذهب، ملح الصوديوم الذهب، ثم يعني لا تكبر وتغلف بالقوم ارابيكا، يعني تقنيات متقدمه، نحن نبسط التفسير فقط، لكن هذا هو يعني الاساس الذي يعملون به في التكنولوجيا، لانها تكنولوجيا في الاخير. وهذا يعني النانو ثيرابي، فهناك اشياء في الطبيعه اخرى لا زالوا لم يصلوا اليها، نحن نعلم ان هناك في الطبيعه اشياء كثيره تعمل في النانو ثيرابي، ويعني نحن نعلم هذه الأشياء، نحن باحثون بدون مختبرات مع الأسف الشديد. يعني ليس لأن الباحث في أمريكا داخل المختبر أنه باحث، يجب أن تكون لديه أفكار وليس باحث، نعم لكن عندك معدات ولكن ماذا تعمل بها؟ فنحن باحثون بدون مختبرات، هذا هو المشكل. وهناك مختبرات بدون باحثين كذلك. فهذا الكمون هو من كابحات السرطان، الكمون من كابحات من المواد التي تكبح السرطان، وهو يدخل في النظام الغذائي. أنا لا أقول علاج ولا أقول خلطة، لأن المصابين بالسرطان وبالأمراض المناعية الذاتية، المصابين بأمراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط، وكذلك السكري، الذين لديهم سكري كذلك أن يشربوا هذا الكمون، ليس ليعالج السكري لكن يشربوا الكمون لأنه يريح المصابين بالسكري، فقط لكي يكون تركيز السكر جيد في الدم فقط وليس علاج. فهذه الأشياء، النظام الغذائي للمصابين بالسرطان يجب أن تدخل فيها هذه الأشياء التي نتكلم عنها، أن يتركوا الأشياء التي تسبب السرطان وأن يتناولوا هذه الأشياء. وأتمنى أن يسجل الناس هذه الأشياء، أن يكتبوها لديهم. لماذا؟ لأن هذه الأشياء يعني لن تبقى في المستقبل، لأن هناك يعني طبعا هناك حملة مضادة ضد هذه العلاجات الطبيعية، وهي كانت منذ يعني 1950 وليس الآن. والآن يعني هذه كذلك هذه
يعني الحملة المضادة ضد هذه العلاجات، فهي الآن بدأت تشتعل وبدأت يعني، وربما يعني ربما يمنعوا هذه الأشياء، ليس بعيد، والله ليس بعيد، يعني في أي وقت ممكن أن يمنعوا هذه الأشياء، لكن لا أظن بأن هذه الأشياء من خلق الله وتوجد في الطبيعة وعاش بها الإنسان، لا يمكن أن يمنعوها ولن يقدروا على منعها، لكن من يدري، من يدري، ربما يجدون صغر. فهذه الأشياء يعني أن ينتبه الناس لهذه الأشياء، وأن يسجلوها وأن يكتبوها في ورقة، وأن يجمعوا معلوماتهم بأنفسهم. لماذا لا يريد الناس أن يتعلموا هذه الأشياء؟ مع الأسف الشديد الناس حتى رسالة الآن كتابية نصية، رسالة نصية على الواتساب لم يعد الناس يقدرون عليها، بدأوا يسجلون أوديو. إنسان لا يقدر على كتابة الأحرف يسجل فيديو أوديو، وما أدراك إذا كان الإنسان لا يقدر على التدوين، ولا يقدر على الكتابة، ولا يقدر على هذه الأشياء. وهذا هو يعني شيء مؤسف. فهذا الكمون يعني انظروا، كثير من الناس لديهم ستريس، يعني مرهقين ومتوترين، هذا الشخص لا يفكر إلا في دواء يعني يجعله ينام ويرتاح، ولكن لا يفكر في أشياء يشربها أو يهيئها في منزله، في مطبخه، أن يقوم للمطبخ أي شيء يجده يغليه في الماء ويشربه. من جملة هذه الكزبرة حبوب، وهذا الكمون حبوب، وينسون حبوب، وكروية، وينسون نجمي، وأشياء كثيرة ممكن، واللويزة، هذه اللويزة، وكذلك ممكن أن يشرب يعني أي شيء يهدي، حتى شيء، حتى شيء جيد. لكن مع الأسف الشديد هذه الثقافة لا زال الناس لا يريدون أن يتعلموا هذه الأشياء. فدائما يعني لما أحس بألم أو لدي مرض، دائما أتوجه مباشرة إلى الصيدلية كي أبلع شيء ثم يذهب الألم، ثم لا يريد الناس يعني أن يغيروا هذه، مع الأسف الشديد هذه الأشياء. لكن المستقبل مع هذه الأشياء، المستقبل مع هذه الأشياء أكيد من الأبحاث التي أجريت على الكمون، هذا الذي يحتقره الناس. وقارنوا الكمون يعني مع الباراسيتامول بالنسبة للأطفال، ووجدوا قوة الكمون بالنسبة للأطفال أحسن. لماذا؟ لأن الباراسيتامول قد يؤرق يعني بعض الأعضاء عند الطفل. هذه أبحاث منشورة documented، هذه أشياء موثقة وليس كلام. ولكن يعني ماذا نعمل؟ مع الأسف الشديد، فهل سنقدر على هذه الأشياء، للرجوع لهذه الأشياء وتكون يعني structured، يعني تعود يعني علوم تدرس ويعرفها الناس وتكون قائمة بذاتها؟ أنا لا أظن. لماذا؟ لأن القوة المضادة قوية جدا، ويعني لا أظن. لكن عموما إذا كانت كثقافة وتعلم الناس هذه الأشياء فهي ستنفعهم إن شاء الله، ولم لا؟ ويعني هكذا يجب أن تكون الأشياء. فالله خلق لنا كل شيء في هذه الطبيعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله يقول وما ذرأ لكم، ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وخلق لنا هذه الأشياء، فيجب أن نتمتع بها ونعيش بها، نتمتع بها متاع، نتمتع بها، وهي في نفس الوقت الأكل نتمتع به كأكل، وفي نفس الوقت فيها مركبات طبية تحفظ الجسم يعني من الأمراض. تحية طيبة لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.